قول شخصية البطل، وأنا أتفق مع أبو زياد حتى في تغير اللاعبين أو تدوير اللاعبين يبقى الاتحاد شخصية. لكن لما توعز هذا الأمر للجمهور، ليش الجمهور ما دفع الاتحاد أنه يبتعد من المركز التاسع في الدوري؟ أنا أبغى أسأل سؤال في غاية الروعة. لا بالنسبة لك في غاية الروعة، وأنا بالنسبة لي لا لا، بس أقول لك شيء واحد. أنت تتوقع أنه جمهور الاتحاد لولا الله ثم جمهور الاتحاد، هل الاتحاد هذا ممكن بهال إشكاليات الموجودة وعدم وجود لاعبين وتسجيل لاعبين وعناصر كل يوم متغيرة وإصابات وتراكمات مالية وديون وحاجات كثيرة جدا جدا، ما نبغى، هل تتوقع كان الاتحاد، ما كان الاتحاد بإمكانه إنه هو يحقق مركز رابع؟ كان بإمكانه لو فاز على الرائد، لكن للأسف الشديد كانت هناك أخطاء إدارية وأخطاء فنية ارتكبت في مباراة الرائد أثرت على وضعية الفريق وخسر بنتيجة كبيرة جدا. يعني مباراة واحدة أبو عبد العزيز نعم جعلت الفريق يذهب للتاسع؟ طبعا والله يا أخي أنت واحدة؟ ايوه لا. اوف لا كيف لا 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 مباراة واحدة تراكمات كثيرة بيب يا سيدي الكريم. مباراة واحدة أبو عبد العزيز أحسب لك هي أنا أحسب لك هي بس لا عشان بس احنا ترى لا 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 أحسب لك هي المركز الرابع لو فاز الاتحاد على الرائد كان مركز رابع ولما خسر صار مركز تاسع شفت كيف؟ انت تحسب انت هذه حقيقه طيب. ما هي يعني معلومه هذه لا 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 هذا واقع لو فاز الاتحاد على الرائد كان المركز الرابع ولو فاز الاتحاد لحظه خلي الرائد على جنب ولو الاتحاد ولو الاتحاد ما فرط في مباريات سابقه كثيره كان لم ما احتاج للرائد ولا نقاط الرائد ما اختلفنا صحيح؟ بس هي المباراه الاخيره ايش هي مباراه الرائد لو فاز فيها كان مركز رابع وبالتالي يعتبر شيء طيب مع من الاتحاد انه هو في ظل ظروفه الحاليه ما عنده تسجيل الاربع لاعبين ولاعبين هم مفروضين عليه وصل لمركز رابع وحقق كأس الملك. شوف أنا لما تكلمت على الجمهور عارف الجمهور إيش كان عنده مشكلة، مشكلته مع اللعيبة إنه لو كانت حاطين في بالهم الفرق بين جمهور الاتحاد وجماهير الأندية الأخرى مع كامل الاحترام كلهم لكل الجماهير، جمهور الاتحاد يضع اللاعب هو الهدف عنده، يعني مثلا إذا كان كويس حيقولوا عليه كويس وإذا كان سيء يقولوا عليه سيء ويهاجموه. أنا أتذكر مواقف كثيرة مع أحمد جميل، أحمد جميل نجم أسطوري لنادي الاتحاد ولكنه كان في مباراة ومباراتين أخطاء الجمهور كله تحول ضده إلين أستعاد توهج. محمد نور شوف الوحيد اللي ممكن الآن ممكن الجمهور ممكن ها ماشي معاه شوية في لينوفا وفي لينوفا لو أنت شفته بعد مباراة أمس الجمهور برضو هاجمه يعني فبالتالي الجمهور اللعيبة شاعرين بقيمة هذا الجمهور طيب. وبالتالي شعروا بأهمية الحدث وحققوا هذا المنجز ماشي